تفاصيل المشهد الاقتصادي والاجتماعي في السودان مع التقرير التالي لعمار طيبي. ترفع احتجاجات السودان لحد الآن مطالب اقتصادية واجتماعية وتندد بإجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة مؤخرا، إجراءات شملت رفع سعر الوقود وزيادة في ضريبة أرباح البنوك وزيادة كذلك في ضريبة القيمة المضافة وخفضا في نفقات الحكومة بنسبة 25%، كما خفضت الحكومة قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي من 2.7 جنيه إلى 4.4 جنيهات لكل دولار. الحكومة قالت إن هذه الإجراءات تستهدف توفير $1.5 مليار وذلك بسبب تراجع الإيرادات، فعقب انفصال الجنوب فقد السودان 75% من إيرادات النفط، وبعد الخلاف مع جوبا حول موضوع التصدير وتوقفه فقدت موازنة هذا العام 26% من إيراداتها المتوقعة، كما أن الإنفاق على الأمن أثقل كاهل ميزانية البلاد بسبب النزاع في كل من جنوب كردفان ونيل الأزرق وكذلك صراع دارفور المستمر منذ عام 2003. بهذه الأسباب بررت الحكومة خطتها التقشفية، كما دفعت هذه الأسباب صندوق النقد إلى توقع انكماش اقتصاد السودان بنسبة 7.3% هذا العام، لكن الشارع المحتج له مبرراته وأسبابه كذلك، وتسانده في ذلك مؤشرات كثيرة، فنسبة التضخم في البلاد بلغت 30% في شهر مايو الماضي، كما أن الأسعار التهبت مباشرة بعد الإعلان عن إجراءات التقشف، حيث ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 60%، وارتفعت كذلك أسعار الغاز المنزلي بنسبة 26%، وارتفعت أسعار السكر بنسبة 40%، مع العلم أن 46% من سكان السودان هم سكان تحت خط الفقر. الأوضاع الصعبة دفعت المحتجين لمطالبة الحكومة بإعطاء الأولوية للحياة الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة وكذلك الفساد، والمطالبة بسياسة تنموية عادلة في بلاد شاسعة. سيطرت القوات الحكومية التي تدعمها قوات حفظ